وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي. هن لعيبه النادي الاهلي، وهل هن بعثه النادي الاهلي كلها برئاسه الكابتن محمود الخطيب على الفوز، واثنى الوزير على اداء لعيبه النادي الاهلي والروح العاليه طوال المباراه وقدرتهم على العوده بنتيجه المباراه في اخر الشوط الثاني بهدف التعادل للوصول الى ركلات الترجيح والفوز بالمباراه. وكده دي البطوله الثامنه كسوبر افريقي في تاريخ النادي الاهلي، 8 بطولات سوبر افريقي للنادي الاهلي.